حنا تنوجهوا نداء الناس اللي تيكتبوا في الفيسبوك ولا الصحافه، المهم مواقع التواصل الاجتماعي، تيقولوا ان هذا السيد مشرمل، هذا ولد خويا راه ما مشرملش، هذا راه خدام بدراعه، يجيو يشوفوا العيشه فين عايش، يجيو يشوفوا دارهم، يجيو عندنا الصحافه، يجيو عندنا الناس اللي تيقولوا هاد الهضره، يشوفوا الواقع كيفاش عايش هاد الدري، ويسولوا عليه الجيران، ويسولوا عليه الناس في الخدمه، يسولوا بني ملال صغيره، بني ملال ماشي مدينه كبيره، يعني اي واحد دار شي حاجه معروف، يسولوا واش عمرو اعتدى على شي حد، حتى الموس اللي اتهموا انه كان هز السيف ماشي تا موس، ما عندوش الموس، الموس كان عند العساس، موس صغير قد هكا كان عند العساس، قلعوه هو العساس الوقت اللي جاو البوليس تيتناقش مع العساس، والوقت اللي وقفوا البوليس ما داروش 4 دقائق باش تيهضروا معاه، كي وقفوا جوج هازين الزره والاخر هاز الفردي، وصل تيعمر في الفردي من البلاصه، في البلاصه التيره ضربوا لسدرو، ضربوا ضربه اخرى ما عرفتش، المهم مشات وحده في الخواف واحد الطوموبيل الاخرى جالي تطاح، ضربوا الاخر بالزروه تطاح، ضربة راه باينه انه مضروب هكا قريب للراس، ملي جا خوه بغى يطيح عليه قال لي سير ولا انت نقتلك، راه حشومه وعيب وعار هادشي اللي وقع لهذا الدري، وحنا راه عذبنا الناس اللي تيقولوا انه مشرمل، والناس اللي تيقولوا انه كان هاز سيف، وهاد الدري راه ما هاز لا سيف لا والو، راه ما مشرمل، راه ما كان بغى يعتدي لا على بوليسي لا والو، راه هما من الاول جاو قصد باش يقتلوا هذاك السيد الهاني، راه كان سكران. دابا حنا تيبقاو تيلوحوا في شي حوايج زادوا جرحونا، يجيو على عندنا للدار، يجيو يسولوا الجيران، يسولوا الناس، يفهموا الحقيقه، راه حشومه وعيب وعار عليكم تبقاو تقولوا في انسان مات في هاد الهضره، هو كان انسان مزيان، هو خدام على باه معاق وخدام بعرق كتافه، راه عيب هادشي، راه محنا الله يرحم ليكم الوالدين، الله يجازيكم، لا الصحافه لا الناس اللي تيكتبوا، جيو بحثوا وسولوا عاداش كتبوا وعاداش علقوا وعاداش هضروا وفهموا الحقيقه، الله يرحم الوالدين.